أهلا بكم. استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة استقبل رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روتا. جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز أفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. المملكة وهولندا علاقات قديمة ممتدة تاريخيا، إلا أن مسارها الدبلوماسي انطلق عام 1968 مع إرساء السعودية لبعثتها الدبلوماسية في لاهاي. الصداقة بين المملكتين مستمرة على مدى عقود، إلا أن رؤية 2030 فتحت نوافذ عدة لتعزيز الشراكة التجارية وفي المجالات ذات الأولوية بين القوتين الاقتصاديتين، خصوصا في ظل ما تملكانه من قدرات تنافسية. توسع الشراكات السعودية الهولندية معادلة خاصة تدمج بين قوة الاستثمار والتقنية والابتكار لخلق فرص في قطاعات المستقبل كالطاقة المتجددة والحيوية كالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. قوة البنية التحتية للدولتين وما تشهده المملكة من قفزات ومشروعات عملاقة في القطاعات كافة يعزز أيضا فرص الشراكة السعودية الهولندية، مع تركيز الرياض وأمستردام على التطور التقني والبنية الرقمية وسعيهما لإيجاد حلول جادة للتحديات المستقبلية. المقومات السياحية في المملكة وهولندا ترسم لوحة نابضة بالجمال وتفتح آفاقا واعدة للتعاون، فمن الزهور الساحرة التي تصنف من أكبر حدائق العالم إلى طواحين الهواء والقنوات المائية، كل هذه الطبيعة تتلاقى مع المتاحف والقلاع ذات التاريخ العريق في هولندا، إلى الطبيعة البكر والمناظر الخلابة التي تعانقها مشروعات ومنشآت فريدة ببصمة سعودية جعلتها وجهة العالم ب 27 مليون سائح خلال عام 2023. اقتصاد متنوع ينافس أقوى اقتصادات العالم رغم كل التحديات، أهداف وطموحات تجمع المملكة وهولندا في الطريق إلى عام 2030. أهلا بكم، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام دكتور محمد مكني. شكرا لحضورك دكتور. العلاقات مع هولندا، سنركز على الجانب الاقتصادي كثيرا مع دخول الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الحجاز، أمر بفتح مصرف في جدة، كان هناك تواجد للقنصلية الهولندية، وبالتالي بدأ مكتب فرعي للشركة الهولندية للتجارة كباكورة المصارف في السعودية والبنوك. ما هو أو ما هي المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان في سبيل تعزيز الاقتصاد بينهم؟ طبعا ما في شك الحقيقة المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا تاريخ من العلاقات الاقتصادية. أولا خلينا نبدأ بحجم التبادل التجاري الحقيقة بين الدولتين. احنا بنتكلم اليوم في عام 23 ما يقارب 15 مليار. أيضا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هناك تبادل تجاري حوالي 18 مليار مع مجلس التعاون الخليجي. المملكة تحتل المركز الأول حقيقة في نسبة التبادل التجاري مع هولندا. هولندا من يعني خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. هولندا أيضا على مستوى المؤشرات الاقتصادية مقارنة بدول أوروبا الأخرى تعتبر الحقيقة في مستويات أفضل، لا على مستوى التضخم، صحيح أنها قفزت إلى حوالي 14% في العام 21 ولكنها تراجعت حتى 4% في منتصف العام الماضي. أيضا على مستوى نسب البطالة، هولندا تعتبر الحقيقة نسب البطالة فيها منخفضة مقارنة بدول أخرى، وهذا يعطيني الحقيقة مؤشر مهم جدا اللي هي مسألة الأنشطة الاقتصادية الموجودة في هولندا. مملكة هولندا بتعتمد اعتماد كبير في ناتجها المحلي على القطاع الخدمي في الأول والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، والمملكة الحقيقة حريصة حقيقة على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي، قطاع الطاقة، قطاع التجاري. كنا في عام 43 كان في وفد حقيقة سعودي زار مملكة هولندا من وزارة التجارة وزارة الاستثمار، وكان هناك يعني حرص خلق خلينا نقول أطر تعاون
فيما يخص الفرص الاستثمارية في المملكة، طرحها مع الرؤية 2030، القطاع الخاص الهولندي. وإحنا بنعرف الحقيقة القطاع الخاص الهولندي خصوصا في قطاعات حيوية قطاع فاعل، قطاع صناعي مهم وله أثر كبير جدا حتى على الاقتصاد الهولندي. وبالتالي مثل هالتعاون فيما يخص جوانب الطاقة والتقنية. وكان في حديث لسفيرة هولندا الحقيقة في ملتقى المنطقة الشرقية قبل حوالي سنة من الآن، كانت بتذكر إنه هو بيركزوا على القطاعات الطاقة اللي هي فيما يخص إدارة النفايات، بيركزوا على مسألة الطاقة المتجددة. لهولندا الحقيقة تاريخ في هذا المجال. في الجانب الزراعي أيضا ما ننسى إنه الحقيقة أكثر من 60% من الإنتاج الزراعي الهولندي هو يصدر إلى خارج هولندا، وعلى رأسها الورود الهولندية. فحقيقة هولندا تاريخ من العلاقات مع المملكة، دولة ما في شك مهمة على المستوى الاقتصادي. أعتقد أنه من خلال أيضا المملكة اليوم والرؤية 2030 والإمكانات الكبيرة جدا اللي أظهرتها المملكة من خلال الفرص الاستثمارية، أصبحت جاذبة لكل الدول العالم وبما فيها مملكة هولندا. أنت ذكرت الورود الهولندية، هذه قصة نجاح ربما تحسب للسعودية. قبل عقود بدأت في استزراع البذور الورد الهولندي، وبالتالي تغلبت على العوامل الفنية ونقص الخبرات والعوامل الجوية والطبيعية، وأصبحت اليوم تصدر السعودية تصدر الورد إلى فرنسا وإلى هولندا ذاتها. صحيح. هناك حجم التبادل التجاري الذي أشرت إليه 15 مليار. نعم. في العام 2021 كان 6 مليارات تقريبا. القفزة الكبيرة هذه لماذا تعزوها؟ شوف، أنا أعتقد أنه يمكن الرقم اللي في أثناء الجائحة أو تليها بعام كان لجائحة كورونا الحقيقة أثر في حجم التبادل التجاري لظروف اقتصادية عالمية، لكن حتى 15 مليار اليوم أنا أعتقد أنها لازالت ليست في المستويات المرغوبة من الدولتين. يعني الحقيقة الهدف أن يكون هناك حجم تبادل تجاري أكبر بين المملكة هولندا والمملكة العربية السعودية، لأنه بالفعل اليوم الإمكانات الموجودة في الدولتين ضخمة وكبيرة. في العام الماضي كان هناك توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة السعودية يعني الوزارة المختصة في الطاقة في هولندا فيما يخص مسألة كيف يكون عندنا إطار تعاون، وإحنا بنعرف أهمية الطاقة بالنسبة للسعودية كمخزن للطاقة على مستوى العالم في مسألة الطاقة المتجددة، بحيث أنه هناك فكرة أن تكون هولندا الحقيقة هي مصدر لتوزيع الهيدروجين، الإنتاج من الهيدروجين في أسواق أوروبا. وبالتالي أنا أعتقد اليوم من خلال الزيارات المتبادلة والتطلعات الكبيرة جدا للمملكة الحقيقة في التعاون الاقتصادي مع هولندا، أعتقد أنه هناك مستقبل كبير جدا ومهم. وإحنا بنعرف اليوم المملكة أصبحت بتركز حقيقة على مسألة الشراكات بشكل كامل، لا يعني في الشرق وفي الغرب وفي الاتحاد الأوروبي وبالدول المختلفة، هناك علاقات جدا كبيرة مع الاتحاد الأوروبي. بنعرف العلاقات مع أكبر اقتصادين في أوروبا فرنسا وألمانيا، اليوم مع تعزيز العلاقات مع الهولنديين، هذا ما في شك بينعكس آثاره على مستوى حجم التبادل التجاري بحيث أنه يزيد من 15 مليار إلى أبعد من ذلك. أيضا بإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الهولندي والسعودي، وما في شك أنه اليوم إحنا يمكن يمر الاقتصاد الهولندي خصوصا بعد جائحة كورونا بشيء من الانكماش، وقد أشاروا له الحقيقة في أكثر من تقرير اقتصادي أنه مر الاقتصاد الهولندي لانكماش لربعين متتالية، وهذا يعني يعتبر الحقيقة بالنسبة للاقتصاد الهولندي أمر في شيء من الغرابة، بحكم أنه الاقتصاد الهولندي من اقتصادات أوروبا الكبيرة. لكن احنا نعرف الظروف اللي مرت فيها الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودول أوروبا في فترة ما بعد الجائحة، فأعتقد أنه أيضا فرصة لهولندا الحقيقة أنها تعزز من علاقاتها مع الاقتصادات التي نجحت، والمملكة أحد أهم الاقتصادات التي نجحت في معالجة التحديات والصدمات التي كانت للعالم فيما بعد جائحة كورونا. وأحد أسباب الانكماش في الاقتصاد الهولندي تعزوه الحكومة إلى زيادة الواردات في حين تراجعت الصادرات. نعم. وبالتالي سوق مثل السعودية كيف يمكن أن تعطي مجالا رحبا بالنسبة للصادرات الهولندية؟ ما في شك، احنا قلنا اليوم المنتجات السعودية وخصوصا المنتجات المتعلقة بالطاقة احنا حريصين أن يكون لدينا حقيقة يعني سوق واعدة بالنسبة لنا للأسواق الأخرى في أوروبا، وبالتالي هولندا بالنسبة لنا تعتبر هدف. أيضا بالنسبة للهولنديين المملكة اليوم احنا نعرف الوضع الاقتصادي للمملكة والتقدم الكبير والنجاحات الاقتصادية اللي حققتها السعودية، بالإضافة إلى الأرقام الاقتصادية اللي وصلت لها المملكة على مستوى حجم الناتج المحلي، على مستوى أيضا المؤشرات الاقتصادية المختلفة، نتكلم على التضخم، نتكلم اليوم على حجم الاستثمارات الأجنبية، الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة عندنا في المملكة،
أيضا بحكم أنه المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وفي الإقليم، بالتالي ما في شك أنه هي سوق مهمة جدا للصادرات الهولندية اللي اليوم أنا أعتقد أنها أصبحت المملكة وجهة بيحرص عليها كل دول العالم، والفعلا أن هناك فوائد متبادلة كبيرة جدا بين الدولتين تصل لمستويات أبعد في السنوات القادمة. هولندا تعتمد على الاقتصاد المعرفي كثيرا، وبالتالي نعود إلى قصة الورد واستزراعه في تبوك وإعادة تصديره حتى الآن لفرنسا وحتى لهولندا ذاتها. هذا يعطينا دلالة على إمكانية أن السعودية لن توطن التقنية فقط في مشروعاتها القادمة، ولكنها تستطيع أن تعيد التصدير حتى لدول ساهمت في هذا التوطين. ما شوف الرؤية 2030 الحقيقة خلقت جو مختلف تماما على مستوى الاقتصاد السعودي. اليوم احنا في نقلة نوعية من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العصري، الاقتصاد الغير متوقع الحقيقة. العالم اليوم يعيش خليني أقول تحولات كبيرة جدا، ومن أهم التحولات نجاحات المملكة الاقتصادية. اليوم المملكة صاحبة قرار اقتصادي مهم في العالم، لديها الحقيقة معرفة اقتصادية عالية واستباقية في مواجهة أي تحديات أو مواجهة أي أزمات. أعتقد أن المملكة أثبتت خلال السنوات السابقة أنه بالفعل هي وجهة وواجهة استثمارية مهمة وبل ومستقبل لاقتصادات كبرى، كانت كما ذكرت في يوم من الأيام هي من يصدر الحقيقة عدد من السلع وتتميز في ذلك. أصبحت المملكة اليوم يعني تتصدر أسواق معينة، وأصبح لديها قدرة عالية جدا على تطوير أسواق أخرى، وأصبحت المملكة اليوم الحمد لله زي ما ذكرنا في قصة الورد اليوم هذه نجاحات ما في شكل الاقتصاد السعودي وإمكاناته. طيب باختصار شديد قبل أن ننهي هذا النقاش في الملف، موضوع الشراكات، هل تعتقد بأن الضغط الآن على دولة كهولندا، لأن هناك دول في أوروبا ترغب في دخول السوق السعودية، وبالتالي السعودية هي من تختار من هذه الشركات، هولندا شركات وحكومة تتنافس مع شركات أخرى وحكومات؟ اليوم المملكة حريصة، ويمكن ذكر سمو سيدي ولي العهد في أكثر من لقاء، السوق السعودي الحقيقة يبحث عن النوعية، يبحث عن الجودة، يبحث عن الإضافة، وبالتالي الشراكات ستكون مبنية وفق الدراسات. اليوم ما في شك متى ما كان هناك فائدة للاقتصاد السعودي سيتم الشراكة بشكل مباشر فيها. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، شكرا لحضورك وقتك. مشاهدينا، سادس وأكبر اقتصاد أوروبي رغم عاصفة الاضطرابات التي ضربت القارة، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي تقدمها هولندا خلال السنوات المقبلة لتكون ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم بحلول 2030. إليكم بطاقة تعريفية بمملكة هولندا.